بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي الليلة. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية بعد وصول بعثة تفاريق النادي الأهلي من بريتوريا بعد التأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي ومواجهة الوداد المغربي إن شاء الله. هذه المباراة المرتقبة والتي من المقرر إقامتها في الأسبوع الأول من شهر مايو، مباراة الذهاب في كازابلانكا على ملعب أو على مركب محمد الخامس، ومباراة العودة إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة اللي جاية هيكون على استاد القاهرة الدولي. لكن بشكل عام طبعا النادي الأهلي بعد العودة من بريتوريا خلاص غلق الملف الإفريقي الاستعداد للمشوار المحلي. النادي الأهلي منذ هذه اللحظة حتى موعد المباريات المحلية اللي هتنطلق إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي بمباراة سموحة على استاد القاهرة الدولي، المباراة إن شاء الله هتكون الساعة 7:30 بإذن الله مساء. الأهلي عنده أربع مباريات محلية ب 12 نقطة. الأهلي في الصدارة حتى هذه اللحظة ب 48 نقطة 16 انتصار، فبالتالي الحمد لله الأهلي محقق نتائج جيدة جدا في البطولة المحلية. الأربع مباريات الجايين في البطولة المحلية في الدوري العام أكيد لهم استعداد خاص، لهم تجهيز خاص، لأن 12 نقطة مع ال 48 توصل ل 60 نقطة يفرق كتير قوي قوي بالنسبة للمرحلة الجاية، لأن في توقف دولي بالطبع في الفترة من 20 إلى 31 من شهر مارس الجاري. فبالطبع فكرة إن أنت تتصدر مبكرا وتبتعد في المنافسة هيديك أريحية قبل ما تدخل على غمار المشوار الإفريقي والمباريات الإفريقية، لأن كمان شهر إبريل إذا وضعنا في الحسبان إن اتحاد الكرة لو عمل في حدود من حوالي من 4 إلى 5 مباريات، فأنت بتتكلم عن قربك من نهاية المسابقة بحوالي 25-26 أسبوع، لا يتبقى سوى حوالي 8 أسابيع وتكون عامل ريكورد وعامل فريق قياسي في عدد النقاط، فتقدر تقول أنهيت المسابقة قبل انطلاق مراحل مباريات الدور نصف النهائي. لذلك مهم جدا الفترة الجاية انتظام المسابقة، اتحاد الكرة يعلن الجدول إن شاء الله خلال الساعات اللي جاية أو خلال الأيام اللي جاية حتى أول مايو، عشان الأندية كلها تبقى عارفة مشوارها إزاي والبطولات المحلية الخطة بتاعتها إزاي اتحاد الكرة بيفكر فيها، عشان شهر 5 إن شاء الله شهر حسم بالنسبة لي البطولات الإفريقية، لقاء الذهاب لقاء العودة في أقل من أسبوع في بداية شهر مايو، عندك المباراة النهائية يا رب بإذن الله إن شاء الله نكون موفقين ونكون موجودين في طرفي المباراة النهائية يوم 29 مايو، فبنتكلم عن مراحل حاسمة ومراحل تقدر تختم فيها الموسم بشكل متميز جدا. لكن مهم جدا على الأطراف المعنية إن هي كمان تساعد الأندية المتأهلة لمراحل النهائية في البطولات الإفريقية تعمل أجندة محلية بشكل ممتاز، يعني قدر الإمكان تخلص بعدد كبير جدا من مباريات الدوري المحلي الفترة الجاية عشان شهر 5 يكون التركيز كله على البطولة الإفريقية، ثم بعد كده بقى تنهي المسابقة في الأسبوعين الأولين طبعا من شهر 6 اللي جاي. لكن البعثة الحمد لله وصلت النهاردة صباحا إلى القاهرة بعد رحلة سفر حوالي 9 ساعات من بريتوريا إلى مطار القاهرة الدولي. النهاردة الفريق طبعا واخد راحة، لأن راحة سلبية للمرحلة اللي جاية. قدامكم على الشاشة طبعا بعض المشاهد واللقطات من مغادرة البعثة من بريتوريا. طبعا سفير جمهورية مصر العربية في جنوب إفريقيا طبعا كان قايم بدور كبير جدا مع بعثة النادي، ومنذ اليوم قدامكم حتى هو في السلام وفي مغادرة البعثة ومغادرة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي، كل كان متواجد مع النادي الأهلي على قدر الحدث، والكل بصراحة قدر الإمكان حاول يقدم التسهيلات ويزيل أي عقبات ممكن كانت تواجه البعثة في مباراة سان داونز ومباراة الإياب. طبعا الفريق في اليوم ده امبارح كان عمل تدريبات في إحدى الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة، ثم بعد ذلك توجه في حدود حوالي الساعة 9 مساء من بريتوريا إلى جوهانسبرج، حوالي ساعة في الطريق. قدامكم حتى الفريق في مطار جوهانسبرج قبل العودة إلى القاهرة. الإجراءات الحمد لله انتهت بشكل سريع، السفارة المصرية مع الجهاز الإداري كل هذه الأمور الإدارية واللوجستية بيتم التحضير ليها بشكل جيد جدا عشان تقدر تشتغل وترجع في توقيت مناسب قبل المباريات اللي جاية. هو في الصورة حتى في مطار جوهانسبرج الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة واللي كان موجود بالتأكيد مع الفريق في هذه الرحلة وفي هذه المباراة، والحمد لله كللت في النهاية بالنجاح وبالانتصار وبالتأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي. طبعا يعني الجهاز الفني الحمد لله انتهى من موقعة كانت صعبة جدا، موقعة كانت مهمة جدا وكبيرة جدا، لأن مثل هذه الأحداث ومثل هذه المباريات بتفرق في مشوارك الإفريقي. قدامكم حتى اللعيبة هي خلاص في مرحلة الركوب الطيارة والبوردنج والتجهيز للعودة إلى القاهرة، بتبقى لحظات كلها طبعا سعيدة لأنك بتبقى راجع ومنتصر وعامل نتيجة إيجابية ومتأهل لمرحلة الدور نصف النهائي.
فبتبقى الاجواء كلها اجواء مميزه. قدامكم على الشاشه على فكره برضو احد الجنود المجهوله اللي لازم نتكلم عنه ونوفي حقه لان قايم بدور كبير جدا، الشيف محمد الدالي. برضو من الناس اللي كانت موجوده مع البعثه وقام بدور كبير جدا، فكره تجهيز الطعام وعوامل التغذيه دي بتفرق كتير قوي مع اي فرقه كوره او اي فرقه رياضيه لما بيكون عندها حدث مهم جدا او معترك افريقي مهم طبعا في الفتره الحاليه. فبصراحه الكل على قدم وساق، يعني اشتغل على فكره ان الاهلي يقدر يوصل للهدف المنشود ويسعد جماهيره ويتاهل الى مرحله الدور نصف النهائي. قدامكم طبعا في الصوره علي معلول، كابتن وليد سليمان، كابتن سمير عدلي المدير الاداري اللي دايما بيسبق البعثه ب 24 ساعه عشان يحضر كل هذه التفاصيل سواء قبل المباريات او بعد المباريات. فالحمد لله الامور كلها يعني انتهت على ما يرام وقدرت تحقق الهدف اللي انت بتشتغل عليه عشان تصل بعد مباراه سان داونز في الاياب انك تكون موجود في الدور نصف النهائي. حتى على فكره برضو يعني الناس الكباتن اللي موجودين حتى في مصر الطيران، الناس كلها سعيده، الناس كلها مبسوطه. النادي الاهلي ما بينتصر ولا ما بيكسب وبيعمل نتائج كبيره في افريقيا، فبتتكلم عن فرحه شعب، بتتكلم عن حاله بتبقى جميله في الشارع المصري، بتتكلم عن ان الكل بيبقى سعيد وفرحان بوجود النادي الاهلي ووجود الانديه المصريه في المراحل النهائيه. وعندك نجوم وعندك لاعبين كانوا محتاجين الثقه دي في التوقيت ده في عمر مشوار البطوله الافريقيه تحديدا، لانك كمان عديت على فريق الكل بيعتبره اقوى فريق في دور الثمانيه، فريق سان داونز من اقوى الفرق في دور الثمانيه في البطوله الافريقيه. فبالتالي اللي جاي اللي جاي هيبقى اصعب، لكن ككوره لا، فرقه سان داونز كانت فرقه محترمه، ولو ما كانتش واجهه النادي الاهلي كانت بنسبه كبيره كانت ممكن تحجز مكان في الدور نصف النهائي. لكن الحمد لله قدر النادي الاهلي يتخطى هذه الموقعه. وقدامكم ايه بعض اللقطات الخاصه والحصريه والكواليس دي، وجو كواليس بعثه الاهلي دايما كده بيبقى ليه رونق، ليه شكل مختلف. فالحمد لله قناه الاهلي دايما بيبقى ليها الرياده في نقل هذه الكواليس، الكلام ده من زمان يعني، دايما قناه الاهلي متميزه في هذه الجزئيه لان احنا دايما بنقدم خدمه الحمد لله. طبعا مش عايزين نتكلم عن نفسنا بس الحمد لله دايما جمهورنا بيحس وبيقدر طبعا الكلام ده، الحمد لله حاجه مهمه جدا ومميزه جدا لجماهيرنا، وده دورنا بالتاكيد ان احنا لازم نعيش جماهيرنا في كل اللحظات سواء مع فريق كره القدم او حتى مع كل الفرق والبعثات الخارجيه اللي بتمثل النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا. اللعيبه الاجانب اليوباجي، اليو ديانج، جيرالدو، طبعا كلهم الحمد لله ظهروا بشكل متميز جدا في هذه المباراه. جونيور اجاي نفس الامر. لكن لو بنتكلم بقى على بعد عوده البعثه والاستعداد للمرحله الجايه، يوم الاربعاء اللي جاي مباراه الاهلي وسموحه في استاد القاهره، يوم السبت بعدها ب 48 ساعه مباراه الاهلي وانبي في استاد القاهره، يوم الاربعاء اللي بعديه مباراه الانتاج الحربي والاهلي في استاد السلام، يوم السبت الاهلي واسوان في استاد القاهره. فاحنا بنتكلم في ظرف 10 ايام الاهلي هيلعب اربع مباريات، يعني بتتكلم على مباريات صعبه ومباريات هامه جدا. واتمنى يا رب باذن الله تكون الفرصه مواتاه ان الجهاز الفني يشتغل في الوقت الضيق ده عشان يحضر اللعيبه للكم المباريات وضغط المباريات اللي جاي بالمنظر ده والشكل ده. الفرقه لسه جايه النهارده الاثنين، يا دوبك راحه سلبيه النهارده، بكره مش تدريب، ده بكره تدريب في معسكر عشان تخش وتلعب مباراه يوم الاربعاء. وقت ضيق جدا، والترتيبات اللي اتعملت لهذه الجزئيه كانت محتاجه مساحه، لكن النادي الاهلي طالما الجدول طلع بالشكل ده التزم بجدول الدوري والتزم بالمواعيد اللي حددها اتحاد الكوره، لان الاهلي من مصلحته ان يكون في انتظام للمسابقه والدنيا تمشي الفتره الجايه بشكل كويس باذن الله. عندنا عدد من اللعيبه طبعا بعد مباراه سان داونز ما بين اصابات واجهاد عضلي، فهنشوف خلال ال 24 ساعه اللي جايه مدى جاهزيتهم لمباراه سموحه. علي معلول، جونيور اجاييه، محمود متولي، بتتكلم في اجهاد عضلي نتيجه الضغط الكبير اللي كان موجود في مباراه سان داونز. لكن جيرالدو عنده اصابه بسيطه كده في الكاحل، وان شاء الله جيرالدو بكره صباحا هيعمل اشعه عشان نطمئن على حالته وجاهزيته، ومده غيابه ان شاء الله تكون مده بسيطه وقليله بالنسبه للمرحله اللي جايه. المران بكره ان شاء الله هيكون بعد العصر عشان يقدر الجهاز الفني يعمل وحده تدريبيه كده خفيفه قبل الدخول في معسكر والاستعداد لمباراه سموحه في الدوري العام. خلاص بقى قفلنا المشوار الافريقي ونبدا نشتغل على المشوار المحلي. كمان فايلر عمل اجتماع بمعاونين للترتيب لمواجهه سموحه، وده حصل على الطياره بعد العوده او في طريق العوده الى القاهره ان شاء الله عشان يستعدوا للمرحله اللي جايه. فكان في تصريحات لاليو باجي، كان في تصريحات كمان لعلي معلول، الكل بيتكلم في اطار ان المشاركه اساسيا، او باجي بيتكلم المشاركه اساسيه امام سان داونز كان زادت من طموحاته في ان هو يقدم افضل ما لديه خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي، وحس دايما
ان جمهور النادي الاهلي واقف في ظهره، وجمهور الاهلي عظيم جدا نتيجه المسانده الكبيره جدا اللي بيعملها مع لاعبيه في الفتره الحاليه. بادجي كمان قال ان فرصه الاهلي هي الاكبر والاقرب لحصد اللقب الافريقي بنسبه لا تقل على 70%. كمان فكره ان ظاهره تسجيل اللاعبين تحديدا اللي بيلعبوا على الاطراف او الاجنحه، قال المهاجم السنغالي ان دي ظاهره بتشكل تساوي او تفوق لفكره المهاجم الصريح، يعني قال انا كراس حربه صريح وكراس حربه سترايكر لا اجد مشكله في هذا الموضوع، لان العالم كله كره القدم وافكار اللعب وطرق اللعب بيبقى فيها اكتر من حل بيحاول المدير الفني يشتغل عليه عشان في النهايه يوصل للاهداف او الهدف اللي هو عايز يوصل له. فسواء الاسترايكر او راس الحرب احرز اهداف او الاطراف كان هي ليها النصيب في احراز الاهداف، فهو شايف دي بالنسبه له ما فيهاش اي مشكله، المهم في النهايه ان الفريق يقدر يكسب ويحقق الهدف اللي هو عايز يوصل له. وفي النهايه كره القدم لعبه جماعيه، والاطراف ساعات بتشتغل مع المهاجم الصريح وبتساعده على بعض التمريرات للتسجيل واحراز الاهداف. علي معلول كان قال استعاده لقب افريقيا الهدف الاكبر للاعبي الاهلي، وعلي معلول من اللعيبه اللي اصبح ليه شخصيه كبيره جدا لدى النادي الاهلي ولدى جماهير الاهلي، فالكل الحمد لله سعيد جدا بالمستوى اللي ظهر عليه علي معلول خلال الفتره الاخيره استعدادا بالنسبه ليه للمرحله الجايه والقيمه اللي بيقدمها علي معلول في صفوف النادي الاهلي. خبر اخير اختم بيه قبل ما اطلع الى فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هيكون معايا في الفقره الحواريه الناقد الرياضي والكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي بجريده الشروق الاستاذ خالد الاتربي. خبر متعلق بخبر احنا كنا قلناه في فتره من الفترات القريبه، وكان له علاقه بالاحداث اللي جايه في البطولات الافريقيه. طبعا لسه في وقت، يعني احنا النهارده بنتكلم 9 مارس ومباراه الذهاب في السيمي فاينال يوم 1 أو 2/5، لكن في نقطه مهمه جدا باكد عليها، وده احنا الحمد لله انفردنا بيه، ويمكن في بعض المواقع الحمد لله نشرت هذا الخبر النهارده، يمكن احنا قلناه من حوالي اسبوع او اكتر من 10 ايام، وهي فكره ان كان في انتظار للشكل الفرق المتاهله لمرحله الدور نصف النهائي سواء في دوري الابطال او كاس الكونفدراليه. الفكره في حد ذاتها ان الاتحاد الافريقي عايز يطبق معايير العداله في البطوله الافريقيه الحاليه عشان يتجنب اي احداث سابقه كانت ليها صوره سلبيه في البطولات الافريقيه اللي كانت حصلت في العام الماضي. ففي اقتراح في المكتب التنفيذي في فكره تطبيق تقنيه الفيديو اسيستر فري، تقنيه الفار، بدءا من مرحله الدور نصف النهائي. طبعا الاقتراح اتقدم قبل انطلاق مباريات دور الثمانيه او بعد نهايه مراحل دور الستاشر، لكن طبعا في ملاعب ممكن ما يتنفذش عليها التقنيه، وفي ملاعب تصلح لتنفيذ التقنيه او ملاعب عندها الرخصه لتنفيذ التقنيه. بعد خروج مازيمبي دوري الابطال الافريقي اصبح جاهز لتطبيق التقنيه، سواء المباراه اقيمت في مركب محمد الخامس في كازابلانكا او المباراه العوده ان شاء الله اقيمت على استاد القاهره او حتى استاد السلام. الملعبين عندهم الرخصه الرسميه لتطبيق التقنيه، وده رخصه موجوده من فتره من خلال الايفاب مجلس الاتحاد الدولي. في الكونفدراليه لسه الامر مش واضح، لان الكونفدراليه سواء نهضه بركان او حسينيه اغادير الملعبين جاهزين، بيراميدز على الدفاع الجوي جاهز، لكن حريه كوناكري الغيني اللي هيلاعب بيراميدز لسه هيكون في لجنه هتسافر غينيا عشان تعمل معاينه وتشوف امكانيه تنفيذ ده في ملعب حريه كوناكري. لكن دوري الابطال الاقتراح موجود والتنفيذ واخذ القرار والاعلان خلال الفتره اللي جايه، ممكن خلال هذا الشهر في المكتب التنفيذي ان شاء الله هينعقد في الاسبوع الاخير من مارس، ممكن في شهر ابريل هنشوف الفتره الجايه وهنتابع هذا الموضوع. مهم جدا لان تطبيق تقنيه الفار خلال مرحله الدور نصف النهائي سواء في مباراه الوداد والاهلي او مباراه الرجاء والزمالك، اكيد الاعلام المصري والاعلام المغربي الكل بيسعى للعداله، وهتبقى حاجه فير جدا للجميع بتنفيذ هذه التقنيه خلال الفتره اللي جايه. خبر كنا قلناه قبل كده والحمد لله قادم، كان بنحاول نحط مشاهدينا في الصوره معانا عشان نعرفهم كواليس القرارات وازاي الافكار بالنسبه للمراحل الجايه في البطولات الافريقيه او حتى في البطولات المحليه. اكتفي بهذا القدر واخرج الى تقرير متعلق بقى بالناحيه الاجتماعيه والجزء المتعلق بالمشغولات الفنيه والاعمال اليدويه اللي بتتم في فرع النادي الاهلي في مدينه نصر. تابعوا هذا التقرير، وبعد التقرير ان شاء الله زميلي العزيز والناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في الشروق بعد الفاصل. يمكن النهارده دي عاده اعتدنا عليها بتوجيهات من مجلس ادارتنا برئاسه كابتن محمود الخطيب ومتابعه مستمره من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. النهارده احنا بنعرض نماذج مشرفه من رواد النادي الاهلي اللي هم اصل
أعضاء النادي الأهلي. يمكن إحنا كأجيال بنعتبر رواد النادي الأهلي دول نماذج بيحتذى بيها وبنتشرف بيها على جميع المستويات. النهاردة بيقدمونا نماذج مشرفة جدا من الأعمال اليدوية بشكل كامل، صناعات محترمة فوق أكثر من 75 عارض النهاردة بيشرفونا من أعضاء وأبناء النادي الأهلي. يمكن رواد النادي الأهلي على فترات كتيرة جدا بيدلنا رسائل وقيم ومبادئ ومعاني تربينا عليها هنا في النادي الأهلي وأجيال النادي الأهلي. بحب أوجه الشكر بنيابة عن زملائي في الإدارة للكابتن وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان النادي الأهلي، الأستاذ فؤاد إسماعيل رئيس لجنة الرواد، مدام نريمان وهبة المسؤولة على الأنشطة الخاصة برواد لجنة الرواد. الناس دي كلها بتعطي النادي الأهلي حبا في النادي الأهلي، ما فيش أي نوع من الأغراض بيتمنوها، بالعكس بيوفروا كل سبل الراحة. إحنا كإدارة تنفيذية يمكن كابتن محمد مرجان كان مؤكد إن إحنا نحاول نظهر بالشكل اللائق. النهاردة أنت بتشوف صناعات أعتقد ما بنلاقيهاش برة في منافذ أو أماكن محترمة أو تجمعات أو مولات كبيرة. أنا النهاردة يمكن اتشرفت ومريت أنا وزملائي من أعضاء اللجان ومن الإدارة التنفيذية، لا صناعات محترمة على مستوى عالي جدا أتشرف فيها كعضو نادي قبل ما أبقى عضو في الإدارة التنفيذية. النهاردة أنا كعضو نادي أهلي وكفرد من أفراد الإدارة التنفيذية بفتخر بوجود أكثر من 75 عارض. أعتقد زي ما أنا فخور بيهم هم فخورين بوجودهم معانا وفخورين بكل مجهود بيبذلوه عشان يظهروا شكل الكيان أو النادي الأهلي اللي كلنا اتربينا فيه على قيم ومبادئ جميلة بنعلمها لأبنائنا وبنعلمها إن شاء الله لأحفادنا. النهاردة أنا بعتبره يوم ورسالة للمجتمع الرياضي قبل ما يبقى لعائلة النادي الأهلي، إن النادي الأهلي مختلف، النادي الأهلي عائلة واحدة، النادي الأهلي بينتمي للكيان وليس للأشخاص. مجلس إدارة متابعة يومية مع كل الأحداث الداخلية، إدارة تنفيذية بتحاول توفر كل الدعم اللي بيظهر هذه المبادئ وهذه القيم والانتماءات للكيان الأحمر. والله الجديد السنة دي ان هو العدد العارضين والعارضات اكبر من السنة من السنوات الماضية، لان احنا بقالنا 10 سنين بنعمل المعرض ده. انا شايف السنة دي الحمد لله المعرض العارضين اكتر والمنتجات اكتر وحاجة جميلة قوي. بس انا عايز يا جماعة في بداية كلامي اقول بشكر مجلس الإدارة، السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسيد المدير التنفيذي، وشكر خاص للعقيد أحمد النحاس القائم بأعمال مدير الفرع مدينة نصر وكل العاملين في الفرع، لأنه قاموا بمجهود كبير قوي من ناحية تجهيز المكان وتجهيز الطاولات، فشكرا للجميع الحقيقة. المعرض أنا بعمله من 10 سنين الحمد لله سنويا بمناسبة عيد الأم، كله للرواد فوق 60 سنة بعمله عشان هم الرواد وهم الأم وهم الكبار وهم اللي عاملين الحاجات بإيديهم. وحضرتك شفت المعرض وشفت قد إيه حاجتهم جميلة والمجالات اللي بيعملوها جميلة، وأنا 10 سنين بعمله ومبسوطين جدا جدا. والسنة دي الإقبال كان موجود يعني أنا أكتر ما أنا متخيلة، رغم أن كل سنة بيبقى كده الحمد لله. المرة دي أنا يعني دول اللي قدرت أجمعهم، لأن بعد كده ما قدرتش أكمل، يعني حوالي 75 ما قدرتش أكمل أكتر من كده، لكن إن شاء الله في السنوات المقبلة ربنا يدينا العمر جميعا نظبط الدنيا بإذن الله أكتر وأكتر. معرض جميل والتنظيم تحفة طبعا، وجهد مبذول أستاذ فؤاد ومدام نريمان، يعني بصراحة قايمين بمجهود جبار يعني، ومش مخلينا عايزين حاجة، يعني أي حاجة بنعملها لو في أي حاجة بنتناقش معاهم وبيظبطوا كل الأمور. هو ما شاء الله يعني سنة عن سنة الأعداد بتزيد وبيبقى متنوع، يعني الموضوع بيتنوع، يعني احنا المرة فاتت كنا أقل من كده شوية والمكان كان أصغر، المرة دي خدنا مكان أكبر والناس التعداد زاد والحاجات بقت متنوعة أكتر، يعني كل حاجة ما فيش حاجة مش موجودة. الحقيقة مساء الخير، الأول أنا بشكر إدارة النادي الأهلي إنها وفرت المكان ده وعملت الاجتماع ده جميل جدا، لأنه بيجمع أعضاء النادي في مكان واحد، بيحصل تآلف بيحصل ود وبينتجوا، ودي حاجة جميلة جدا وأتمنى أنها تتكرر يعني كل فترة تتعمل.
هو الحقيقة أنا أول مرة أشترك هنا في المعرض لأن أنا رسام هاوي مش محترف، فما كنتش بشترك في معارض، لكن أنا شايف إن المعرض ده مثالي. الجو جميل، المساحة جميلة جدا، اختيار تنوع المنتجات كويس، بيلبي كل الاحتياجات، وفي تطوير طبعا، في تطور حلو قوي جميل. المعرض حلو جدا وتنظيمه جميل، وفي تنويع في الحاجة طبعا ممتازة جدا من كل نوع، والكل عامل أسعار حلوة عشان النادي، والمكان اختيار المكان ممتاز فوق الممتاز، يعني جنب الفود كورت، فحلو يعني المكان كويس قوي، والتنظيم حلو والطلبات مجابة، وبشكرها جدا بصراحة على التنظيم. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفني وبينورني فيها الاستاذ خالد الاتربي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. استاذ خالد اهلا بيك، منور الدنيا، وكل يوم اثنين ان شاء الله هتكون معانا باذن الله. اهلا بيك استاذ محمد، انا اللي بتشرف دايما بان انا اطلع على جماهير النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك. طبعا الحلقه جايه في توقيت بعد عوده البعثه من بريتوريا، وخلال 24 ساعه عندنا مباراه في الدوري العام مع سموحه. اول حاجه تحب تتكلم على الحدث الافريقي الاخير، وازاي قدر النادي الاهلي يستفيد بالفترات السابقه عشان يكون موجود في دور نصف النهائي للبطوله الافريقيه، ومن ثم ان شاء الله مواجهه الوداد المغربي. طبعا لازم نتكلم ونقول ان ده كان مخطط له ومرتب له من اول ما النادي الاهلي عرف ان هو هيلاعب صن داونز في القرعه. يعني الموضوع ما كانش متوقف، او صعود النادي الاهلي ما كانش متوقف على مباراه الاياب في بريتوريا، لكن تم الاعداد ليه سواء في مباراه الذهاب او في مباراه العوده. مباراه الذهاب انك تصمم وانك تكون عايز تلعب المباراه على استاد القاهره وسط اكبر عدد من انصارك من الجماهير، وان يكون قوه دافعه للفريق، وان هي دي تعتبر نقطه الانطلاق علشان تعدي، انك لابد انك اكيد لازم تحقق نتيجه ايجابيه. فده كان ملف مهم جدا النادي الاهلي لعب عليه ونجح فيه، وكان طبعا في تعاون كبير جدا من كل المسؤولين اللي ليهم علاقه بالامر او كل ما يتعلق بالامر. الحاجه الثانيه انك بدات تحضر فعلا في انك ازاي هتسافر بدري، وانك ازاي هتتاقلم على الموضوع، وانك ازاي هتستعد هناك، وانك ازاي تقعد خمس ايام هناك. هي دي كانت الغلطات اصلا او الاخطاء اللي كانت موجوده في المباراه الخماسيه، ان احنا اكيد مش هي دي المباراه، او النادي الاهلي او اي حد فاهم عقليه النادي الاهلي لا يتنصل ابدا من نتيجه هي حصلت له. بالعكس، بدل ما ممكن البعض يحاول يهرب منها، لان النادي الاهلي بياخد اي اخفاق ليه انه يكون نقطه انطلاق نحو طريق جديد ونحو لقب جديد ونحو بطوله جديده. وزي ما بيقولوا، من رحم الازمات بيولد البطل. النادي الاهلي لولا ان كان في ازمه بالشكل ده ما كانش تدارك اخطاء كتير، وما كانش تدارك حاجات كتير حصلت. وكان ممكن على فكره لو الامور ماشيه عادي وانك كنت خرجت بشكل عادي، كنت ممكن تكرر نفس، يعني لو كنت خسرت مثلا بنتيجه او 2-0 في الذهاب، وجيت هناك كسبت 1-0 في مباراه الاياب، كان ممكن نفس الاخطاء اللي ارتكبتها في مباراه السنه اللي فاتت في الذهاب هي نفس الاخطاء اللي كانت ممكن تتكرر تاني. عشان كده بقول لك رب ضاره نافعه، يعني النادي الاهلي استعد كويس جدا سواء من الناحيه الاداريه او من الناحيه الفنيه او من الناحيه النفسيه، انك تقدر تعد لعيبتك ازاي. ده موضوع على صعيد اللعيبه لو كنت تشوفهم طول السنه اللي فاتت بتتكلم، تسال اي واحد فيهم يقول لك انا عايز اقابل صن داونز، انا عايز الاعب صن داونز. ده حقيقي. بعض الامور كان ممكن الناس يعني ايه برضو تشكك فيه، يعني كلام ممكن يقول لك ده كلام للاستهلاك المحلي، او ممكن كلام علشان يطيب الامور شويه، لكن لما بتقابل الرغبه القويه اللي كانت موجوده في مباراه الذهاب، قابلها تركيز واحترام واحترافيه في التحضير في مباراه الاياب، وان كل واحد فيهم يكون عارف دوره كويس قوي جوه الملعب وبره الملعب وجوه الملعب في التدريبات، لحد ما توصل للشكل اللي انت طلعت بيه، اللي انت كنت ممكن على فكره تكسب المباراه ومش من سهوله المنافس،
زي ما كان البعض بيحاول يصدر ده. لا لا سهوله ايه ده، علشان انت بتلاعب اقوى فريق في دور المجموعات، انت نجحت انك كنت ممكن تكسب، مش علشان زي ما بقول لك ضعف ولا ارتباك، لا علشان انت فرضت اسلوبك وفرضت حاجات كتير جدا. انت لو كنت اجهز نفسيا، انت اللي كنت اجهز معنويا، واللي كنت اجهز بدنيا في ارض المفروض مش ارضك، في نفس المفروض مش نفسك، لكن انت خليته بانك تقعد 5 ايام هناك. ده كان شيء محترم. انك مشيت كويس جدا اعلاميا او اي حاجه، او في حاجات كتير جدا بتواصل سواء مع الكاف او اي مكان مسؤول في ملف بكاري جسامه، للدرجه اللي دفعت الكابتن سارة حفيظ بيقول لك انا كنت عايز اتاكد من بعد المباراه ان هو بكاري جسامه ولا لا، اتاكد من باسبوره. ده معناه انك اشتغلت كويس جدا. مفيش نجاح بيجي بالصدفه، مفيش نجاح بيجي لما يكون مرتب له. هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي بيرتب خطواته، بيشوف اخطائه بيعالجها، ثم بتلاقي النتيجه المحاصره دي. اللي عايز اقوله بقى هنا، صن داونز احنا عدينا بس مش هي دي البطوله. ما حقيقي النادي الاهلي لا يحتفل بمباراه، احنا خلصنا، دي كانت عقبه في طريق البطوله، لكن مش عايزين نستنفذ طاقتنا وفرحتنا خالص. النادي الاهلي لا يفرح الا بالكاس، لا يفرح الا بالتتويج ان شاء الله. النادي الاهلي دايما مكانه هو منصه التتويج، اي شيء غير كده مش مكان النادي الاهلي. هي هو ده اللي انا عايز اوصله، هي دي الرساله اللي انا عايز اوصلها. شايف تصريحات اللعيبه، طبعا فرحه حقهم ان هم يفرحوا، لانهم كان الرد سريع جدا ما بين نفس الدور كمان نفس الدور ونفس الشكل ونفس الملعب ونفس الملعب نفس الأجواء. ونفس الظروف ونفس الاجواء. يعتبر في لعيبه برضو عاصرت المباراه اللي فاتت، المعظم على فكره معظم. فانت بتتكلم طبعا حقك انك تفرح، لكن خلاص خلصت الامور، انتهت. عندك دوري، وعند دوري مهم بغض النظر اي حد ممكن يصدر ليك فكره ان الدوري مش مهم، لا لسه، او الدوري انتهى، لا لسه الدوري ما انتهاش، او الدوري ضعيف. ده دايما بقوله، لو بصيت على بيراميدز اللي وصل نص نهائي الكونفدراليه، المصري لسه خارج من دور الثمانيه، النادي الاهلي وصل نص نهائي افريقيا، النادي الزمالك وصل نهائي افريقيا، بتتكلم في الاسماعيلي في البطوله العربيه. فانت بتتكلم في 5 فرق واصلين مراحل متقدمه في كل البطولات اللي بيشاركوا فيها، وتلاقي ناس بتصدر لك فكره تقول لك الاصل الدوري ضعيف. لا، النادي الاهلي اللي قوي، فرق كبير جدا ما بين الاثنين. الدوري مش ضعيف، عدد لك 5 فرق، انت واحد منهم وكسب، وبتكسب الفرق دي كلها في الدوري المحلي وبفرق بنقاط كبيره وبتكسبهم. فما تخليش حد يصدر لك فكره انت او جماهيرك او لعيبتك انك بتكسب او بتعمل النتائج دي في الدوري لضعف المنافسين. لا، ده لترتيباتك واعدادك وقوتك انت اللي بد انك الناس لازم تعترف بيها. طيب اليوب اجيكا ليه تصريحات مهمه جدا بعد الماتش طبعا، والنهارده الكل تناول هذه التصريحات، لان التصريحات رايحه في اكتر من اتجاه، لكن في تصريح كان مهم جدا في وسط الكلام، اتكلم عن قيمه الاهلي واهميه الفوز بالبطوله الافريقيه وجماهير النادي الاهلي، ولعيب لسه انت بتتكلم في ايام قليله او شهور قليله جوه النادي الاهلي. طبعا هي دي قيمه. رصدت ازاي التصريح ده؟ دي قيمه النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي اللي بيعرفها اي حد بره النادي الاهلي، ما بالك انه اي طرف من اطراف المنظومه بترس من تروس المنظومه، وبيدخل بيشوف الامور ماشيه ازاي، بيشوف دولاب البطولات عامل ازاي، بيشوف التاريخ عامل ازاي. لا، مع احترامنا الكامل لكل الفرق اللي وصلت، وهم فرق ابطال في الاول وفي الاخر وتوجوا بالبطوله ديت ولهم باع في البطولات الافريقيه، لكن النادي الاهلي ده اللي بيقوله اليو باجي. مع احترامنا الكامل، احنا لابد ان احنا نتعامل باحنا النادي الاهلي، مش احنا النادي الاهلي اللي احنا نركن مثلا او نريح مثلا. لا، احنا النادي الاهلي اللي لابد اللي يظهر بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي، اللي يليق بالاكثر تتويجا، اللي بيليق بالاكثر جاهزيه، بالاعلى تسويقيه. حاجات كتير جدا بتقول ان انت المفروض ولازم في اي بطوله انت بتدخلها انت المرشح الاول هو النادي الاهلي. ده مش مجرد كلام للاستهلاك زي ما بقول لك، كل حاجه، كل عوامل بتقول كده، كل العوامل، تاريخيا، حاضر، تاريخ حاضر، مستقبل، انت لابد انك هو ده الاطار اللي انت بتتحرك فيه دايما. اكيد. طيب برضو علي معلول لما اتكلم عن الدوري العام وخلاص داخلين على مشوار الدوري العام، وقال دوري تاريخي، عايزين نعمل دوري تاريخي، دي عقليه اللاعب المحترف اللي انت بتشوفه بيظهر في الاوقات دايما. علي معلول بيظهر في الاوقات اللي تحس انها حاسمه، دايما هو ده، وهي دي النوعيات اللي بتفرق النادي الاهلي عن انديه تانية، انك عندك نوعيات زي علي معلول، عندك نوعيات على فكره زي اليو باتجي، عندك زي عمرو السولية، عندك لعيبه كتير النوعيات اللي تقدر معنى وجودها في النادي الاهلي. وخاصه لما بتتكلم بقى على الدوري، تيجي تقول انت حققت 16 فوز متتالي،
وان الجماهير المنافس الاول ليك او مسؤولين حتى المنافس الاول ليك بيصدروا فكره الدوري انتهى، وحتى مباراه القمه بالنسبه لي مش مهمه. كل الكلام ده لو سبته انت كلاعب او سبته انت كمدرب او سبته انت كمسؤول يتسرب للعبتك انت، لا مش هيكون انتهى ولا حاجه، هتلاقي الامور اختلفت. فبتلاقي انت لعبتك من تصريح زي كده، لا ده في مخلوق ليهم دوافع. انت كمان مش تفكيرك انك تخرج الدوري ولا تفكيرك انك تحسمه بشكل سريع او في الوقت في وقت مش بعيد، لا انت بتفكر في ابعد من كده، بتفكر في هدف ابعد من كده اللي هو الدوري اللاهزين. دوري اللاهزين هو ده قال كده، ده قال في تصريحاته كده، ما هو ده فكره الدوري التاريخي. ما انا بقول لك بالظبط، هو عايز اللعيبه بتخلق او ده انت كده بتخلق دوافع طبعا. يعني انت حتى لو وصلت لمرحله انك خلاص الماتش الجاي ماتش سموحه انت هتكسب ان شاء الله باذن الله يبقى 17، يبقى انت كده عملت 17 نفس الرقم بتاعك، عدلت رقم انت. خد بالك انا قلت كلمه ودايما مصر عليها، النادي الاهلي بيحطم ارقامه. مظبوط، خد بالك دي كويس قوي، النادي الاهلي بيحطم ارقامه هو لان هو الاعلى، هو الاعلى في المسابقه تمام. فلما بيجي ينافس او بيدور على منافسه بيحطم ارقامه هو، فالنادي الاهلي مش هقول لك انه بينافس نفسه، لا ده رقم هو اللي حققه، وفي النهايه هو اللي بيسعى انه يحطمه علشان ما فيش فريق تاني حطمه. فبالتالي انت لما توصل للرقم ده عايز خلاص انت عدلته الماتش اللي جاي ان شاء الله، الماتش اللي بعده عايز تحطمه، عايز تكسره بقى. طب انت خلاص كسرته، ايه الدافع الجديد؟ ليه الدافع الجديد هو الدوري اللاهزيمه مثلا؟ دوري اللاهزيمه دوافع متجدده. النادي الاهلي زي ما بقول لك بخلص بطوله بدخل بطوله ثانيه، طب دي مباراه بالنسبه له خلاص مباراه خلصت عايز مباراه ثانيه، طب ايه الدافع؟ طبعا النادي الاهلي ده ما بيلعب على المكسب، لكن خلاص انا عمال اكسب مثلا، يعني ايه الدافع؟ لا انا عايز اعمل دوري لهزيم. وهتلاقي دوافع جديده بتتجدد كل ما بتمشي في اي مكان جوه النادي الاهلي، في اي على فكره في اي لعبه مش كره قدم بس، دايما في دوافع بتتجدد، عشان كده دايما انت اللي في المركز الاول. ما هو لو انت اكتفيت بالوضع اللي انت فيه هتفضل ممكن ترجع المركز الثاني والثالث. مظبوط، بس هو ده سقف الطموح لا متناهي اللي موجود في النادي الاهلي. طيب قبل ما ندخل بقى في الدوري وعندنا احداث كتير عايزين نتكلم فيها وقضايا، لان فقره الاعلام دي والصحافه لازم نتكلم في قضايا طبعًا. مش هنتكلم في فنيات بس، طبعا لسه بدري على مباراه الوداد المغربي، لكن شايف المواجهات دي ازاي؟ مواجهات صعبه طبعا، هنتكلم بتفاصيل لسه عندنا مساحه وقت انا عارف، بس بشكل عام كده لو هتدي اطلاله كده على مشهد دور نصف النهائي. هي مواجهات صعبه طبعا، لكن لابد لو احنا بقى بنتكلم اعلاميا، انا عايز اكلمك اعلاميا فيها كويس قوي. لو احنا بنتكلم احنا دلوقتي فريقين من المغرب وفريقين من مصر هما اللي وصلوا نص نهائي، بالتالي بتتكلم لما نيجي نتكلم كدور اعلامي ان انا عايز اساعد فريقي كويس، ان لابد ما اكونش لي عامل مساعد او اكون انا عامل مساعد في اثاره الجماهير على بعضها، وخاصه احنا يعتبر في مرحله ممكن كمان هتلاقي في الوقت اللي احنا فيه وفي الظروف اللي احنا فيها قد يكون المباراه بدون جماهير في المغرب، وقد يكون قد يكون هنا برضو، نتمنى ان ده ما يحصلش، لكن قد يكون نفس الكلام. فممكن توصل الامور اعلاميا بقى، ممكن توصل الامور لحد التراشق وحد التشاحن على منصات السوشيال ميديا ومش هو ده المطلوب. عايز تقفل انت الموضوع من بدري جدا، تعمل ضربه استباقيه فيما معناها، يعني الموضوع ان الناس تفضل ماتش كوره، ان الناس تفضل تثير امور بتتكلم في اصل الكاف وقعد سعيد النصيري رئيس الوداد المغربي انه هيعوضه بالبطوله السنه دي. طب يا سيدي في فار، طب الكلام ده الراجل طلع قاله وهو بيقوله علشان ما يكملش في شكواه ضد الكاف، لكن الراجل كمل في شكواه وطلع المحكمه الرياضيه وخسر دعواه، ففي النهايه الراجل ما قبلش بالعرض عشان يعوضوه. وبعدين ده كان في توقيت مستشري فيه الفساد شويه في الكاف، لكن لو لاحظت الامور اللي بتتعدل مش بتتعدل بالمزاج، خد بالك بتتعدل بالاجبار تمام، بتتعدل بالاجبار اللي هو الفيفا مراقب كل التصرفات. فبالتالي ما كان وعد سابق لن يتحقق في الحالي. فاحنا مش عايزين نمسك في الحاجات دلوقتي كاعلام، احنا عايزين اهم حاجه دايما الاعلام لازم يكون رسالته مختلفه عن السوشيال ميديا، صح؟ ده الطبيعي، ده الطبيعي، طبيعي ان انت المفروض تكون، لان عشان نكون على قدر الحدث حتى مع انت اللي بتثير الموضوعات اللي تشغل السوشيال ميديا، مش تشوف اللي بيتكتب السوشيال مشغول بايه وانت تشتغل معاه، لان
لا مش تقليلا من السوشيال ميديا، انا من السوشيال ميديا وانت من السوشيال ميديا، كلنا احنا اطراف اصلا. بس الفرق فكره ان انت عندك مصادر، لكن فكره فكره ان انت وكمان عندك اليات التوجيه. تمام. انت عندك اليات التوجيه، مش انت مش محتاج الجمهور، انت دارس، انت عارف بتقول ايه، انت بتتكلم، انت عارف ابعاد ابعاد الكلام اللي بيتقال. إيه؟ ابعاد الخبر ايه بالظبط، وامتى هتقوله، وهتقوله ليه، وايه الهدف منه. يعني في اخبار مثلا بلاها بتتردد الفتره اللي فاتت، النادي الاهلي اتفق مع فلان ب 30 مليون جنيه في الموسم، صفقات الصيف اللي جاي ب 25 مليون جنيه في الموسم. يا جماعه فين الكلام ده؟ النادي الاهلي ما فيش ارقام دي. انا بقول لك انا واحد من الناس بغطي النادي الاهلي بقى لي 15 سنه تقريبا، ما فيش لاعب في النادي الاهلي خد الرقم ده في الموسم خالص، ولا اقل منه ولا اقل كمان. النادي الاهلي فيه فئات معروفه، فقصه انك تثير الامور اللي زي كده قد يكون قدام الناس انه خبر عادي، لكن قد يكون مفخخ. هو انت اشمعنى النادي الاهلي اللي بيطلع اخباره اللي بيطلع عليه مش اخباره اللي بيطلع عليه اخبار بالتفاصيل الماليه دي في توقيت ما هو كسبان؟ يعني ليه دايما وافضل سكواد افضل قائمه وافضل لعيبه؟ هو ليه دايما حتى استفتاءات اللي بتحصل على لعيبه النادي الاهلي الاستفتاءات اللي بتحصل بتكون ابطالها النادي الاهلي؟ بلاحظ بعد اي مباراه حتى لو انت كسبان يقول لك رايك كيف مستوى مثلا سيمين الناس او حسين الشحات او صاد او عين او بادجي او لا لا دايما بلاقي ودايما بلاقي الاستفتاءات دي بتحصل في اللعيب اللي ممكن بيمر بحاله من انعدام الوزن، عدم التوفيق. خلينا نقول يا سيدي اقل من انعدام الوزن، وده شيء طبيعي بيمر بيه اي لاعب في العالم. ما شفتش حد مثلا عامل من القنوات ومن ايه رايك في مستوى مثلا اليو بادجي ان شاء الله يعني. اليو ديانج اليو بادجي لسه بدري. علي معلول انت ليه بتنقي الحاجه اللي ممكن يكون عليها جدليه شويه؟ حقك اعلام انك ممكن تعمل ده كويس، لكن ليه ما بتعملوش مع الانديه الثانيه؟ ما السؤال ليه دايما انت ليه عايز تصدر رساله او تصدر صوره معينه؟ عشان ايه؟ اقول لك عشان الترند ده اللي انا بكلمك فيه. دي ازمه كبيره للاسف، ده اللي انا بكلمك فيه. ازمه كبيره موضوع الترند ان انت سايب انت السوشيال ميديا هي اللي بتتحكم فيك. هو الموضوع مش برضو مش عايزين نقلبها لصراع قوه، هي الفكره كلها انت عايز ايه؟ هدفك ايه؟ باين انك بتعمل حاجه ممكن تعمل تفاعل، لكن لا وراها هدف تاني. لان خد بالك برضو احيانا وكثيرا يعني السوشيال ميديا بتطرح موضوعات مهمه جدا، انت عايز ايه؟ ممكن تاخدها ولا ما تاخدهاش؟ طبعا ما زي ما قلت لك احنا كلنا مين ما عندوش حسابات على السوشيال ميديا؟ كلنا اكتف وكلنا متفاعلين وكلنا بنقول اراء وكلنا بنتكلم، بس في النهايه انت بتتناول ايه كاعلام من الكلام ده؟ بتاخد ايه؟ اللي يخدم اهدافك انت اللي هي معروفه يعني معروفه ان لازم عارف انت اللي هو كرسي في الكلوب وخلاص اي حاجه عند النادي الاهلي، لكن احنا واخدين بالنا من الحاجات دي كويس خد بالك. طيب لكن مهم جدا لسه البطوله الافريقيه لسه في كلام كتير عليها وقدامنا لسه حوالي يعني طبعا شهرين طبعًا الا يعني بس لازم انت تحضر لها من دلوقتي على فكره. اكيد يعني طبعا النادي الاهلي بيقول احنا بنقفل الملف الافريقي وبنفتح الملف المحلي، ده الكلام ده اللي بيتقال طبعا في الاعلام، لكن طبعا المسؤولين في النادي الاهلي كعادتهم لا دايما بيفكر في كل تفاصيل البطوله الاهم بالنسبه له السنه دي. الماتشين هيتلعبوا في رمضان يعني بعد الفطار، من حسن حظ الانديه الاربعه ان المواجهات كلها عربيه، فمفيش ماتش في النهار، مفيش ماتش في الصيام طبعًا. يمكن الفرقه الوحيده يعني اللي هتعاني من القصه دي بيراميدز، لانها هتلعب مع حوراك ونكر الغيني، فهتلعب في توقيت ممكن ما يكونش فيه زي بالليل زي الانديه العربيه مثلا. ده شيء جيد، جاي في توقيت مناسب للكل. هو طبعا طبعا هو يسري للمسابقه، واتمنى يعني يا رب يعني يرفع البلاء يعني وترجع الجماهير للمدرجات الاثنين على فكره ان شاء الله هنا وهناك. هو هناك في المغرب خد بالك القرار لمده شهر، يعني فكره ده عدم حضور الجماهير بسبب موضوع الكورونا ده في المغرب يعني القرار لمده شهر مش القرار عام. النهارده حتى او منذ قليل يعني حتى في ايطاليا اعلنوا قرار منع حضور الجماهير حتى 3 ابريل. انت عارف بيدوا توقيتات زمنيه لغايه ما يشوفوا الوضع بالنسبه لمنظمه الصحه العالميه. يا رب بس قد يمتد. لا ان شاء الله باذن الله على اول ما يكون الموضوع يا رب باذن الله. اتمنى عايز اقول لك ان قد يعني الناس ممكن تشوف ان اقامه المباراه في ظل عدم وجود جماهير ده لا فرق شاسع. لا طبعا حتى لعيبه النادي الاهلي، طب لعيبه النادي الاهلي احنا متعودين على كده. الاهلي كان بتلعب هنا من غير جمهور طبعا بس في ظروف استثنائيه، احنا سابقين الناس على فكره. يعني العالم دلوقتي بيوصل للنقطه اللي احنا خدناها من 10 سنين. احنا خبره في الموضوع ده.
وممكن نفكر نرجع الجماهير كمان الفتره الجايه. ده احنا ممكن نسبق بقى الناس ان احنا نرجع الجماهير، وده يبقى العامل الايجابي الوحيد اللي حصل في الموضوع ده. بالظبط كده. طيب لكن المباريات مباريات صعبه، ماتش الاهلي والوداد، ماتش الزمالك والرجاء، مواجهات صعبه جدا ومستوى كبير. طبعا نص النهائي كلهم اول بطوله ما حصلتش غير اربع مرات بس، السيمي فاينال عربي ما حصلتش غير اربع مرات بس. وعلى فكره بيسري يعني من قمه المسابقه بيعدي المسابقه وكل واحد فيهم لو بصيت له لقيته تلاقيه مرشح. لكن طبعا النادي الاهلي مش على هو عشان النادي الاهلي، لا هو المرشح الاوفر حظا ان شاء الله، بعيدا عن اي كلام ممكن يتقال عن العود او اي حاجه. لا النادي الاهلي ان شاء الله كوره، ماتش كوره في الملعب طبعا، ماتش كوره في الملعب طبعًا. ولما تطبق تقنيه الفار ان شاء الله ما اعتقدش ان الكاف هيدخل نفسه في اللعبه دي. لا ده العداله ان في اقتراح لتنفيذ تقنيه الفار في النصف النهائي، اتمنى فده حاجه ممتازه يعني. انا مستني القرار بس خلال ايام ان شاء الله يعلن، يبقى حاجه ممتازه. اتمنى انه ده يحصل. وحتى لو ما حصلش، طب ما انت كان في ماتش صن داونز اللي احنا كنا قلقانين منه، بكاري جسام عمل الماتش هايل. فيعني عمل الماتش هايل، ادى النادي الاهلي حقه وده صن داونز حقه. بالظبط كده بالزبط. عشان بس ما حدش الاهلي ما بيتكلم عن التحكيم بشكل ايجابي، لان العداله اتطبقت في الملعب مش عشان خد ايه وضده ايه، لا العداله. النادي الاهلي بيتكلم بقى على المسابقه المحليه اكتر من نادى بتطبيق تقنيه الفار. النهارده طبقت في الدوري المصري. طب هي طبقت قبل كده في المباراه اللي فاتت، بس النهارده بقى الرسم. كان اول حاله ظهرت. تعليقك عن التجربه والقرار اللجنه الخماسيه، ولو في ايجابيات اكيد برضو لازم نقولها في حقهم، يعني ان هم خدوا قرار زي ده، ويمكن يعني مش هقدر اقول استثناء، بس بروتوكول الايفاب بتاع موضوع الحد الادنى وعدد الساعات الكورس، مصر عملت كورس مختلف وخدت الرخصة في النهاية. ده يعني عملت بروتوكول واقنعت الايفاب باللي تنفذ في مصر. دي حاجة تحسب لينا طبعا، دي حاجة تحسب لينا، وما نقدرش ان احنا نقول حاجة غير كده، وحاجة لابد ان احنا نستمر في نجاحها وانجاحها، ولابد ان احنا يعني نتغاضى. في فرق انك تتغاضى عن بعض الاخطاء اللي بتنتج في التجربه، لكن هنشاور بس يعني نتغاضى في النقد، انما احنا هنقول ده كان ممكن صح ده كان ممكن غلط، لكن لابد ان احنا نشجع الخطوه، لابد ان احنا نزيل اي معوقات للخطوه دي. خطوه محترمه جدا جدا، وتسري من المسابقه وتعلي من قيمتها وتشيل الحجج بقى اللي على مدار التاريخ انت بتسمعها دايما، احنا انت خسرت بالحكام انا كسبت بالحكام، لازم النغمه دي اكيد لازم تنتهي. طب الحاله اللي طبقها فيها الفار النهارده بالنسبه لمباراه الاسماعيلي والجونه، شفت التطبيق ازاي وشفت الحاله تنفيذها ازاي؟ يمكن بص اي حاجه في التطبيق في الاسابيع الاولى بالنسبه لي على الصعيد الشخصي مقبوله. حتى لو اتاخرت حاله دقيقتين ثلاثه، معلش اللعبه تستحمل والاجهزه الفنيه تستحمل، واكيد لجنه الحكام هياخد بالها وتحط في اعتباراتها ان مثلا تقعد في الحلقه دقيقتين ثلاثه ده ممكن يكون كتير، لازم نسرع شويه، لازم نسرع الريتم شويه، لازم نتدرب اكتر علشان لازم التقنيه تشتغل. بس ده بيحصل في العالم كله على فكره. انا بقول لك بتقعد بالدقيقتين وبتاع ده واربع دقائق. ما انا بقول لك انت في النهايه اصلا ناس بتنتقد مستعجله. لا ده بيحصل، وانتوا اكيد الناس كلها بتتفرج على الدوريات الاوروبيه وبتشوف ان في حالات بتطول، فلا لازم يعني نصبر شويه علشان نلاقي الـ يعني ما نذبحش التجربه من بدري. احنا ما صدقنا ان دي تحصل خطوه، انا واحد من الناس وفي المكان ده شككت كتير ان هي تحصل. انا وفي اماكن كتير. اصل المده الزمنيه اللي الايفاب كتبها في البروتوكول بتتكلم في 3 شهور او عدد ساعات، بس عدد الساعات بتبقى مش اقل من 3 شهور. ما انا بقول لك انا واحد من الناس بعترف مصر طبقتها في مده قصيره. انا بقول اني في اوقات سابقه قلت ان صعب نطبق الفار، صعب التوقيت ده يتم فيه، صعب ان احنا نعمل، بس لا طلع الموضوع ناس اخذت على عاتقها ان هي تطبقه، وزي ما انتقدنا وبنتقد الناس دي في بعض الاداء سواء في المسابقات او في القرارات، لا لابد ان احنا نشيد بخطوه مهمه حصلت وهتزيد من قوه المسابقه الفتره اللي جايه. مصر تعتبر ثاني دوري طبق الفار في افريقيا شيء بعد الدوري المغربي. شيء مهم. كان الدوري المغربي سبقنا بس باسبوع او اثنين. شيء مهم طبعا، وبنحمد ربنا انه حصل، ولازم كلنا كل عناصر المنظومه تقف مع الخطوه دي عشان تنجح باذن الله. طيب هنقفل الملف الافريقي زي ما الجهاز الفني بيشتغل. تمام. وهنفتحه في توقيته لما ان شاء الله يجي وقته باذن الله. ان شاء الله. لكن المباريات المحليه، اول حاجه يمكن في نقطه لازم اتكلم فيها. جدول الدوري لما تم اعلانه الفتره الاخيره
اتحط بشكل مضغوط جدا، لدرجه انك مثلا راجع من جنوب افريقيا الاثنين عندك ماتش الاربع في الدوري. مش هتكلم عن المنافسين والمساحه الزمنيه، بس النادي الاهلي ايه ده درس لازم الاعلام يتكلم فيه، ان هو لم يعترض. أيوة. والتزم وجاله الدوري او جاله الجدول مبكرا، وهيشتغل عليه لغايه ما تخلص الاجنده يوم 31/3. وصل النهارده الفجر هيتمرن بكره، ده هيتمرن ويخش معسكر. وعنده ام بالسبت، وبعد كده عنده الانتاج الحربي الاربع، وبعد كده عنده اسوان السبت، في اربع ماتشات في 10 ايام، ولسه راجع من رحله سفر. النادي الاهلي وده مش كليشيهات، النادي الاهلي ما بيصدرش ازمات. النادي الاهلي ارتضى بالوضع وما اعترضش. تمام بالظبط، ما حرصا على النظام. بالظبط كده، النادي الاهلي هو راجع كل الازمات اللي حصلت الموسم ده. بالنسبه للدوري النادي الاهلي ما كانش طرف اساسي ورئيسي فيها. لا طلب تاجيل قمه ولا طلب كل النادي الاهلي عمره ما هرب من ماتش طبعا الحمد خلص. لله تمام، سواء انا ما اقصدش الهروب الاخير، لا انا اقصد على طول. على طول يعني فيلم الهروب، النادي الاهلي دايما هو البطل، يعني دايما هو البطل اللي ما بيهربش من اي حاجه. فزي ما بقول لك النادي الاهلي بيحافظ دايما على النظام، بيحافظ، هو اللي بيكون المحفز للناس لتطبيق اللوائح، هو اللي دايما بيقول يا سيدي طبق اللوائح، يا سيدي طبق اللائحه. تاخد بالك النادي الاهلي لا يلتف على اللوائح، لا يلتف على القوانين، النادي الاهلي واضح وصريح ومش هو اللي بيعطل المسابقه. الناس المفروض تسجل ده، الناس بس الناس هتسجل ايه ولا ايه؟ احنا طول وطول الناس هتسجل ايه ولا ايه؟ طبعا احنا على طول وتلاقي الناحيه الثانيه وتلاقي في اماكن ثانيه دايما عنصر المؤامره الكونيه هو اللي موجود، ودايما النادي الاهلي اللي بيتخدم عليه، ودايما النادي الاهلي اللي بيتشاف مصلحته فين، ودايما ودايما ودايما. في النهايه طيب ادينا راجع من جنوب افريقيا 24 ساعه وهلعب ماتش، بعدها بثلاث ايام هلعب ماتش، وما طلعش الكلام. قلت سموحه مريح من شهر ولا حاجه، ما بقولش الكلام ده، انا بلعب دوري ولا مع الفرق ولا طلعت وجاهز. ولا طلعت قلت ان الزمالك جاي من تونس وانا جاي من جنوب افريقيا مثلا، وهو بعد بيوم وانا قبله بيوم. بالظبط، ما طلعتش قلت كده. يعني انهي عقل وانهي منطق يقول ان انا اللي راجع كل الرحله دي، راجع الاثنين والمنافس راجع الحد ولا راجع السبت وهيلعب بعدي، واخد 24 ساعه راحه وعايش حياته على الاخر، ولعب قبلي. ده لاعب قبلي، خد بالك من دي كويس قوي، لاعب في افريقيا قبلي، لاعب في تونس، وهيلعب في الدوري بعدي، وهو هنا يمكن من 48 ساعه. مظبوط، خلاص ثلاث ساعات بينا وبين تونس وانا ما اتكلمتش ولا احنا هنا في عناء ولا احنا بنسجل مواقف، لا ما اتكلمناش خالص. بس اهم حاجه يعملوا النادي الاهلي مكمل الدوري، مكمل الدوري. النادي الاهلي عارف ان الدوري ده مهم جدا بالنسبه له، فالنادي الاهلي مش هيعترض على حاجه، لكن تبقى في حدود اللوائح. يعني ما تخليش بس الدماغ تروح لبعيد، انت هتعمل اللي انت عايزه بما يتوافق مع رغبات انديه تانية. تمام. والنادي الاهلي لا. طيب في نقطه مهمه كمان، النهارده احنا بنتكلم 9 مارس، المفروض خلال 5-6 ايام اعتقد يعني اداره المسابقات هتطلع الجدول بعد التوقف اللي جاي، يعني بنتكلم في الجدول هيعلن من 1 ابريل لغايه منتصف مايو. تتمنى وانا بتمنى والكل بيتمنى ان الفتره دي على الاقل نلعب مساحه محدده من المباريات بدون اي تاجيلات، عشان على الاقل لما تنتقل لمرحله شهر مايو تكون على الاقل متبقي في المسابقه 7-8 اسابيع او 7-8 مباريات. هيفرق كتير قوي على فكره مع انتظام المسابقه بعد كده، انك هتخش في شهر 5 عندك ماتشين سيمي فاينل، عندك مباراه فاينل الله اعلم ظروفها هتبقى فين وتوقيتاتها وشكلها هيبقى عامل ازاي، وعندك طوكيو في شهر 7، وعندك دوري لازم يخلص بالكتير على اول 6. فالمرحله اللي جايه بالنسبه لاتحاد الكره خالد ده مهم جدا، لازم نعلم فيه ولازم نركز عليه، ان الاتحاد لما يعلن جدول الدوري لشهر ابريل وحتى منتصف مايو يعمل مساحه جيده للمباريات وينجز عدد كبير من المباريات عشان ما يكونش في اي تاجيلات. احنا بنسال الاسئله دي بقالنا قد ايه؟ دايما عندنا ازمه في لجنه المسابقات. دايما بنحط المباريات بالقطاعي، يعني هو بينتظر تاهل الفرق وبعدين، يعني هو بينتظر الفرق هو موجوده ولا مش موجوده. والله عايز اسال سؤال بجد، يعني هو ايه الاضافه اللي عملها الاستاذ حسام الزناتي على اللي كان بيعمله الحاج عمرو حسين؟ بص، هو لما دخل اصطدم بالواقع، تمام؟ فابتدى التعديلات، تغييرات، مواعيد تروح وتيجي وبتاع، لكن في النهايه الكل في النهايه اجمع لان اللي كان بيحصل ده طبيعي، لان اللي حصل قبل كده يعني ما فيش حاجه جديده حصلت. ما هو احنا في النهايه دايما بقول لك ايه؟ دايما لما تيجي تتولى مسؤوليه اي حاجه اعرف انت ابعاد الكلام اللي بتقوله الاول. انت بتحاسبه مع التصريحات الورديه اللي اتقالت طبعا، ولا مع الارض الواقع اشتغلت؟ احنا قاعدين كل شويه مستنيين 3-4 اسابيع للدوري يتم اعلانهم، 5 اسابيع يتم اعلانهم،
طب احنا خلاص المواعيد كلها لغايه الاسبوع العشرين. لا المواعيد كلها بتاعه افريقيا خلاص وضحت ما عادش فيها خلاص. المفروض لما تيجي تحط لي المسابقه جدول المسابقه تحطه للاخر صح ولا غلط؟ خلال خمس ايام بكتير هيعلن الجدول للاخر. للاخر اه ده طبيعي، ما ينفعش ان اجيب مثلا 3 4 اسابيع ما عادش فيه مبرر، لان المواعيد خلاص كلها اعلنت. يعني كله عرف المواعيد امتى، سواء بيراميدز او الاهلي او الزمالك، الذهاب والاياب بقى معروف، ما بقاش مبرر انك طب مباراه القمه الثانيه هتلعب امتى في توقيتها المفروض هي المباراه من الاسبوع الرابع. تمام، اولا بص مباراه الاهلي والسموحه دي الاسبوع الكام؟ بتتكلم في الاسبوع ال 18 صح؟ غالبا احنا قدامي اهو الجدول الدوري ده الاسبوع ال 18 الاهلي والسموحه ده الاسبوع ال 18 يعني ده اول اسبوع في الدور الثاني. تمام لان الاسبوع 17 نهايه الجدول. تمام انت بتبدا الدوري فانت هتلعب 18 19 20 الاسبوع ال 21 اللي بعد التوقف الدولي مباراه الاهلي والزمالك. هتتأجل ولا هتتلعب؟ ما هو المنتخب هيخلص الاجنده 31/3. انا ما بسالكش انا بسال بس المسؤولين. ما انا بحط المواعيد معاك. يعني بص الاجنده هتخلص 31/3 ولا نعرف راي مع احترامنا كام يعني نبعت لنادي الزمالك مش احنا الاهلي لجنه المسابقه تبعت لنادي الزمالك موافقين ولا لا؟ لا 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 ما عادش المفروض 31/3 الاجنده هتخلص. الطبيعي كمان خمس ايام لما يعلن باقي جدول الدوري انت بتتكلم في 5 ابريل او 6 ابريل مباراه القمه. اتمنى ده الاسبوع ال 21 اتمنى لازم الامور دي تتحسم بدري. ولو انت عايز تاخد اراء الانديه خد اراء الانديه خد اراء ما فيش هياخد اراء ليه؟ هو هيحط الجدول بتاعه الطبيعي المعتاد. طب ما احنا بنحط الجدول الطبيعي المعتاد وفي الاخر ما بتلعبش. لا ان شاء الله خلال خمس ايام هيعلن باقي الجدول وهيبقى الامور ماشيه كويس. بس انا اتمنى الجدول يبقى منتظم لان الاهلي ان شاء الله باذن الله حتى نهايه ابريل لو ماشي بنفس المعدل ودوري التاريخ ان شاء الله باذن الله بمعدل انتصارات يدخل بقى مرحله السيمي فاينل وهو مريح ومخلص الدوري. طبعا بالزبط. طبعا انت عندك في نقطه مهمه عايز اتكلم فيها بعيدا بقى عن التاجيلات واللي مين بيجي ومين بيروح ومين بيروحش المباريات. عايز اتكلم في الفكره اللي عملها ريني فايلر في النادي الاهلي اللي هي ان الراجل ده لازم ياخد حقه مش مباراه سموحه الاختبار الحقيقي. الموسم بيخلص وبتلاقي في الاستديوهات المباراه القادمه هي الاختبار الحقيقي للفايلر. ثم الراجل يعديها يقول لك لا لا الدوري سهل. المباراه الجايه لو الاهلي اتاهل من افريقيا هو ده الاختبار الحقيقي اللي هيعديه. يقوم فايلر يتاهل من دور المجموعات يقول لك ده كان هيخسر من الهلال. ما ينفعش. هو الاهلي اتاهل بس الاهلي قاريا غير محليا. طب ما ليفربول محليا غير قاريا مثلا؟ طب نيجي بقسم من اتلتيكو مدريد. طب تيجي تقول له خلاص مفيش مشكله عايز انهي اختبار حقيقي حاضر؟ يقول لك هو ماتش صن داونز هو اللي طلعك وانت اللي عندك مباراه ثأريه ولازم تشوف هيعمل ايه. ففايلر او نادي الاهلي يكسب مع فايلر صن داونز مباراه الذهاب 2-0. لا انت هنا لسه في مصر لسه هناك. لا لا روح هناك وخلاص هو ده الاختبار الحقيقي. راح الراجل الاختبار الحقيقي هناك فتأهل من هناك وفرض اسلوبه هناك. لقيت بقى كميه فعلا تقطيع في الراجل يقول لك لا 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 لسه ما عندوش الخبره الافريقيه. طب هو الراجل هياخد البطوله لسه ما عندوش الخبره الافريقيه امتى؟ من وجهه نظر سيادتكم هتكون الراجل ده بيعدي اختباره الحقيقي. على فكره احنا كنادي اهلي وكجماهير نادي الاهلي وكان القادة المفروض بنعمل العقل شويه احنا عارفين ان الراجل ده انا واحد من الناس وقلت في المكان ده وقلت كذا مره انا مقتنع ان الراجل ده تجربه مستقبليه هايله واستنساخ من تجارب مهمه ومحترمه للمستقبل ان شاء الله. وانك الراجل وهو ده الكلام ده من ثالث او رابع اسبوع ليه مع النادي الاهلي. لان المفروض اللي بيفهم في الكوره او اللي ملوش غرض خلينا نقول ده كويس اللي ملوش غرض هيعرف الراجل بيشتغل ازاي. لما الراجل يحولك وخلينا بس نكون واضحين وواقعيين لما النادي الاهلي جه يكون فريق ياخد بطوله افريقيا دور على معظم اللعيبه اللي تتمتع بشخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي اللي هو الملعب طبعا وبره الملعب اللي ما بيدافعش كتير اللي دايما بيجيب جون واثنين وثلاثه اللي هو معاه الكوره وهو صاحب الكوره تنفيذا في الملعب كمان هو المتحكم في الامور هو المسيطر هو اللي بيكسب هو اللي كده هو اللي ما بحسش بصعوبه كبيره جدا فيه انه يكسب. فده
اكيد زي ما انت جبت لعيبه عندها شخصيه كان لابد انك تشوف واحد شخصيته متوافقه معاك وده مهم جدا. انت عندك لاسارتي خدت معاه الدوري لكن برضو بصعوبه وكان في احيان كتير جدا دفاعي ودفاعي في الدوري ليس تقليلا منه لكن مش شخصيتك مش فرد شخصيه الاهلي على الناس في الملعب مش شخصيتك لكن لما بتجيب مدير فني وتلاقي اللعيبه اللي جت منهم رمضان صبحي قيمه كبيره رمضان حسين الشحات قيمه كبيره محمود كهرباء قيمه كبيره في لعيبه كتير لو دورت مش هتلاقيهم موجودين اصلا يعني ما كانوش موجودين في الفتره الحاسمه اللي النادي الاهلي عدى فيها نص نهائي لان عايز اوصله لك ان شخصيه النادي الاهلي بقت مفروضه في الملعب باي 11 لاعب وهو ده المهم المهم ان النادي الاهلي تيشيرت هو اللي بيلعب هو الموجود وصل ان الكل اللعيبه دي جواها يقين ان انا النادي الاهلي هو ده مهم ان انا النادي الاهلي طبعا بص على اللعيبه هتلاقي اللاعب ما بيقبلش الخساره بسهوله عشان كده الحمد لله ما شاء الله وتستمر في الدوري في بطوله افريقيا ده ما كانش موجود انت افتقدته لفتره من الفترات خلينا نكون واقعي مع كارتيرون افتقدته مع لاسارتي افتقدته كارتيرون دي اسلوبه المعروف بغض النظر هو بيدرب الزمالك دلوقتي انا دلوقتي لا انا بتكلم عن تجربته مع الاهلي انا بتكلم عن تجربته مع الاهلي ليه راجل وصل معاه نهائي افريقيا بجيل مع احترامنا الكامل ما كانش هو الجيل القوي جدا لكن الراجل بيلعب على التامين الدفاعي وثم يلعب على الكره الطويله مستغل واحد مثلا خبره وليد سليمان او ايا كان ثم بيلعب على اخطاء المنافس يعني هو دايما بيكون رد فعل اللي انت بتشرحه ده على فكره مهم جدا في مرحله واعتقد دي ان شاء الله حلقه من الحلقات هنحاول نقدمها لمشاهدينا وكل جماهيرنا في كل مكان انت بتتكلم في جزئيه ان في مره فريق الباير اقال مديره الفني انا مش متذكر الاسم دلوقتي احاول اعمل احصائيه عن هذه الموضوع عن هذه الجزئيه هينكس تقريبا انت عارف اقاله ليه ما كانش فكره بطولات ولا انجازات لا بالعكس الفريق كان بيكسب ما كانش بيلعب الكره الجميله بتاعته وده اثر على السيزون تيكتس اللي كان بيتحجز بيه عشان تحضر الجماهير في الملعب واثر على الناحيه الاقتصاديه والناحيه الماليه كموارد ماليه بتخش في النهايه لما راجل لا خد بالك بس في النهايه لما احتاج يجيب يرجعه تاني وخد بيه بطولات خد بالك انا فاهم بس وقت ما اقاله عشان الجماهير بقى فيها عزوف عن الحضور في المباريات لان الباير ما بيقدمش الكوره الجميله اللي معروفه عنه فدي المدرسه اللي انت بتتكلم فيها ان انت في انديه كبيره لازم يكون لها شخصيه ارجع كده بالتالي البافاري فريق الباير الاهلي الريال مع زيدان غير مع اي مدرب تاني استحضر الحاله اللي كانت بتبقى بعد مباريات الاهلي اللي بيكسبها في الدوري بصعوبه مع كارتيرون ومع لاسارتي كنت تلاقي كنا نطلع نقول يا جماعه طب احنا كسبانين الناس زعلانه ليه ده كان بيحصل بالظبط كده كان بيحصل احنا كسبانين انت بتاخد انت زعلان ليه طبعا كان قبل ماتش صن داونز وقبل نهائي افريقيا 3-1 3-0 الناس زعلانه ليه؟ عرفنا بعدين الناس طبعا احنا عارفين ان الناس زعلانه عايزه النادي الاهلي يكسب بس في يكسب باداء جمالي لكن في النهايه برضه انت كسبت فلما لقيت بقى الوضع ده متغير مع الراجل اللي معاك دلوقتي بتكسب وباداء واهداف واكبر عدد من الاهداف بيحصل واصبح الجماهير عندها فكره طبعا الجماهير بتشتاق للاعيبتها نجومها شيء ما بينها بتشتغل لرمضان صبحي بتشتغل للنجوم طبعا لكن بقى عنده اطمئنان فلان غاب يا رب يرجع بالسلامه طبعا لكن في غيره في نظام في منظومه بتأدي فكر المدير الفني مظبوط هو الراجل برضو لما جه هو بيتكلم لو الناس بس تركز الراجل ده على فكره تصريحاته محسوبه جدا جدا ومعروف عنه في الاعلام السويسري كده لما بيطلع بيتكلم ما بيقولش اي كلمتين وخلاص سيزا المدرب المساعد بتاعه كان ليه تصريحات امبارح ديفيد سيزا طبعا شوفوا هو بيتكلم بيقول لك لما جالنا العرض احنا عملنا ايه؟ احنا ذاكرنا النادي الاهلي كويس جدا عرفنا تاريخه وده تصريحات لاول مره عرفنا طريقه لعبه عرفنا الاجواء في افريقيا عامله ازاي الناس بتحضر قبل ما تجي لك وشغاله ترس اشتغل على طول تمام؟ ده معناه ان الناس بتخطط لكل حاجه بتعملها دول المجموعة دي بتخطط لفريق هو نفسه فايلر نفسه في التصريحات في المؤتمرات الصحفية بعد المباريات كان بيقول أنا ما عنديش فكرة اللاعب المركز الواحد تمام يعني ما عنديش مثلا واحد ممكن بيلعب باك شمال مش ممكن ألعبه باك يمين عادي ما عنده هو عايز
لاعب عنده أدوار متعددة، يقدر في ضغط المباريات يقدر يعمل مرحلة التدوير اللي هو بيعملها. دي أفضل مرحلة النادي الأهلي بيعمل فيها تدوير يمكن على مدار، بلاش نبالغ، خليها آخر 10 سنين. تعمل مرحلة من التدوير، التدوير اللي هو مش أنا النهاردة ضامن أو هلعب مباراة سهلة فهنزل 6 لعيبة يلا وخرج 6 لعيبة من التشكيل الأساسي. لا، النادي الأهلي ما بيعملش كده مع فيلر خالص. ده وراجع كده برضو تاريخيا لما كنا بنعمله كنا بنعاني عشان نكسب وكنا بنخسر. لكن التدوير بقى معمول عندك زي ما يكون بخريطه بحساب. النادي الاهلي مع فايلر ما تعرفلوش تشكيله. مظبوط. ودايما اساتذه الاستوديوهات التحليليه مع احترامنا الكامل ليهم احتاروا اول بلاص. كلمه بتتقال لك علشان ينتقد لك اي مدير فني ده زمان. يقول لك ما فيش تثبيت للتشكيل. الفريق ملوش هويه. دلوقتي ما فيش ولا واحد بيعرف تشكيل النادي الاهلي قبل الماتش. والنادي الاهلي هو بنفس الشكل. فعدم ثبات التشكيل الجزئيه دي كانت تفرق دايما في ثبات المستوى، لان عدم ثبات التشكيل هياثر على المستوى. ايه رايك ان هو ثبت المستوى؟ يمكن ساعات بيكون افضل. هو لما اتسال السؤال ده قبل كده على فكره ثبات المستوى رغم عدم ثبات التشكيل، قال لك لان انا بشتغل على التحضير الذهني وعمل التركيز مع التيم بالكامل، ما عنديش حاجه اسمها اساسي واحتياطي، وبشوف مين اجهز لاعب للمباراه اللي هلعبها. حسب كمان المنافس. خد بالك مظبوط. يعني اجهز لاعب نفسيا وبدنيا للمباراه. هو مين كان هيتوقع؟ مين كان يتوقع ان ايمن اشرف يلعب باك شمال على حساب علي معلول في مباراه الاهلي السوداني؟ مظبوط. وهو اصلا ايمن اشرف بقاله كام سنه بيلعب اصلا سيرد باك. مين كان يتوقع ده؟ ومين اللي شاف ان التوقيت ده انا عايز فيه ايمن اشرف وهو اللي ينفع؟ وفعلا ايمن اشرف عمل مباراه من مباريات عمره. مين اللي قعد؟ خد بالك، مين اللي قعد ياسر ابراهيم فتره طويله جدا بعد ما كان بيشارك ما بيشاركش، ولما رجع بقى بالمستوى اللي انت شايفه ده، بالمستوى احنا شايفينه. ايه كان قاعد مع الرغم ان في نفس التوقيت بيتقال كتير جدا ياسر ابراهيم طلب الرحيل من النادي الاهلي، ياسر ابراهيم مش طايق يقعد. انت بص، انت صحفي ورئيس قسم رياضه بتبقى عارف المانشيتات بتبقى جاهزه في حاله. بس استرسل بس الجزئيه دي. اتقال ايه؟ كلام كتير جدا اتقال ان ياسر ابراهيم بيتحضر او بيحضر انه يمشي من النادي الاهلي. في نفس التوقيت كان بتطلع صور وفيديوهات للراجل وهو بيتكلم مع ياسر ابراهيم وبيخصص له اجزاء معينه في التدريب على حاجات معينه هو عايزها منه. اكيد. وفي الاخر لما وصل ياسر ابراهيم لنفس المرحله دي بدا يعتمد عليه كلاعب اساسي ومحوري في النادي الاهلي. ادي ياسر ابراهيم اللي كان بيطلب الرحيل من النادي الاهلي. ده كلامهم. ده بناء على كلام اللي اتقال وقتها. لكن دلوقتي ياسر ابراهيم من اهم الاعمده الرئيسيه في النادي الاهلي. هي دي الفكره اللي بكلمك فيها. ان الراجل ده مش جاي ياكل عيش، مش جاي يقضي يومين ويمشي. الراجل ده بيعمل فريق للمستقبل وللحاضر. انك تخطط المستقبل يا استاذ محمد وفي نفس التوقيت تحقق بطولات، هو ده التحدي الاكبر. التحدي الاكبر طبعا، ولو لحد دلوقتي نجح فيه. ثم وانت بتعمل ده فايلر ما اختارش غير 2 في الشتاء، بادجي وكهربا. صح. انت بتتكلم على الكواليتي اللي بيشتغل بيه. هو رجع جه اشتغل بالمجموعه الموجوده. بالمجموعه الموجوده قدامه وابتدى يطور في مستواها. تمام. في حد كان بيقول لي وانت عايز يختار ال 30 لعيب؟ لا يا سيدي، مش هختار ال 30 لعيب، بس ممكن بيختار 10 لعيب. اللي هو عايزه. هو حق المدير الفني يختار كل اللعيبه على فكره. فانه يجي ونفس المجموعه دي تتطور اداء وعقليه، لا ده شغل مدير فني. وفقته صار جدا، وبيقولوا ان ده مدير فني عالي، مدير فني فعلا بنوجه الشكر للي اختاره. وزي ما انتقدنا فكره او تواجد لاسارتي، لا لابد ان احنا نشيد باللي اختار فايلر. وقت ما اختاروا واعلنوا، انا فاكر في كلمه مميزه للشخص، المدرب ملوش سي في. قال لك بنشتغل على مدرب مشروع. بس خد بالك الكلمه دي جديده على الاجواء في مصر. برضو دي جزئيه عايزه حلقات على فكره. انت برضو من الفتره الجايه محتاجين نشتغل على فكره ان احنا نقدم للناس محتوى بيتكلم عن علم الكوره، علم الرياضة، علم الكرة. ولابد انك تقابل بص الكرة دلوقتي بقت عبارة عن انت بتجيب شركة عبارة عن جهاز فني. بص، في محاولات دايما لما بتكون انت متقدم بفارق كبير عن بعض المنافسين بيحاول عناصر تفوقك دي يشككك فيها. فانت لابد انك تكون عارف عناصر مقوماتك ايه وتشتغل عليها وتعليها وتحميها. وتعليها وتحميها طبعا. انك ما تخليش حد يوصل فكره ان فايلر بيعمل كده مثلا في الدوري عشان دوره ضعيف.
ده غلط. لا ده واجبنا ان احنا لا دوري ايه اللي ضعيف وكل الفرق اللي فيه يعتبر وصلت للمراحل المتقدمه في كل البطولات اللي مشاركين فيها. مظبوط. والنادي الاهلي متفوق عليهم. خد بالك من دي. ده مهم. متفوق كمان بنفس الارقام بالنتائج طبعا طبعا. انت مش خلصت الدور الاول؟ كسبان كل الفرق 16 ماتش بتتكلم في ماتش واحد بس لا ماتش المصري اللي مؤجل يعتبر كسبان كل الفرق لا والمصري كسبته بتتكلم اصل الماتش الجاي ماتش سموحه بتتكلم انت خلصت الدور الاول وكسبان كل الفرق اللي في الدوري بالظبط ماتش انبي بس اللي مؤجل صح مظبوط انت المفروض انت فرضت سيطرتك على كل فرق الدوري فبالتالي هم دول الفرق اللي برضو متقدمين في افريقيا ولا هم خارجيا غير داخليا واحنا داخليا غير خارجيا على حسب بقى الاهواء بالظبط على حسب الاهواء طيب انت عندك ماتش سموحه يوم الاربعاء اللي جاي انت بتتكلم في بعد بكره انت عندك غيابات طبعا مليون في الميه هيبقى في غيابات فانت بتتكلم مثلا يعني جيرالدو في اصابه في الكهل هيعمل اشعه بكره الصبح ان شاء الله ونطمئن عليه ان شاء الله علي معلول اجاي محمود متولي مباراه دفاعيه كويسه جدا على فكره جيرالدو طبعا ده كان حاجه فوق الوصف بصراحه مباراه اداء دفاعي فايلر بيعرف يستفيد بجيرالدو في بعض النقاط امتى وفين وازاي والمده قد ايه وده ذكاء من اي مدرب ده مباراه دفاعيه كويسه جدا في المباراه ده حقيقه استغل السرعات بتاعته وازاي قدر يسند مع احمد فتحي واحمد فتحي عمل مباراه بصراحه إدى كبيره نفس كمان ادى نفس للفرقه لما بتلاعب كل الافارقه اللي عندك في بدايه المباراه زي كده اكيد بيدي نفس للفرقه ان هي تكمل لاخر الوقت فكان له دور كويس قوي طيب علي معلول اجايين بتولي تتكلم في اجهاد عضلي هنشوف بكره ان شاء الله في المران بعد المعسكر بعد اعلان القايمه هيبقى ايه الوضع فتحي السوليه ممكن ياخدوا راحه مباراة سموحة ممكن تشوف يعني وجوه جديدة تتكلم في دفع بعناصر جديدة تصورك لو انت بتعمل تشكيلة التشكيلة المتوقعة اللي دايما محدش فينا بيعرف يوصلها لا في لا يعني. عمره ما قلت تشكيل مع فايلر بس فكرة الفكرة في ان هو ما عندوش اصلا يعني هو ما خللناش وجوه جديدة هو كل القائمة يعتبر لعبت مع فايلر مباريات كتيرة بالظبط بس تقريبا محمود وحيد ما شاركش كتير واعتقد ان هو الفتره اللي جايه هيشارك يعني فكره ان كل اللعيبه اللي في قائمتك رجعها في الملعب يعني انت ما عندكش 15 لاعب بتعتمد عليهم والباقي انت مخرجه بره المنطقه هي الفكره كلها هي حجم الغيابات بتاعتك تبقى قد ايه وهو هيتعامل معاها قد ايه هيتعامل معاها ازاي نتمنى ان هو يقدم لنا صوره زي الصور اللي كان بيقدمها لنا الفتره اللي فاتت وكان بيفاجئنا على فكره وعلى فكره خد بالك زي ما احنا بنتفاجئ المنافس كمان هو بيتفاجئ المنافس كمان بيتكلم في سموحه كابتن حماده صدقي اي منافس بيلعبك هو بيتفاجئ بالتشكيله اللي انت بتلعب بيها بس خد بالك الدوري كان متوقف بقاله فتره وسموحه ما لعبش من فتره طويله ده تاثيره ازاي على المباراه فريق راجع من سفر وبيلعب في افريقيا وفريق تاني مريح في الدوري بقاله اكتر من حوالي بتتكلم في 3 اسابيع او شهر هو ده ممكن يكون سلبي وممكن يكون ايجابي بالنسبه لسموحه لكن ممكن يكون هو طبعا المباريات اللي قدام ايا كانت مش هتوصلك لنفس المستوى البدني والفني طبعا بس ده ممكن يقابله شويه بدنيا الاجهاد البدني اللي عند الاهلي خد بالك من دي يعني ممكن ما تحسش بفوارق بدنيه كبيره ليه لان هو مثلا معاك ان هو سموحه ما وصلش بدنيا للتوب فور لكن انت برضو الاجهاد اللي انت فيه ممكن برضو ما يوصلكش للتوب فور يعني هي دي ممكن المنطقه اللي انتوا الاثنين تتقابلوا فيها انا تعبان يعني انا مجهد او مش عارف اوصل ل 100% لاني تعبان وده من كتر الراحه اللي هو فيها من راحه الضغط المباريات فممكن في منطقه تتقابلوا فيها اللي هي النفس ممكن شويه يبقى يعني لحد اخر 90 ده هيبان مين الاجهز في المباراه متشوق تشوف ماتش الاهلي في الدوري بالفار هو النادي الاهلي دايما النادي الاهلي انت بغض النظر فار من غير فار انت دايما جماهير النادي الاهلي متشوقه انا جماهير النادي الاهلي عايزه تشوف النادي الاهلي في كل يوم كل يوم بس خد بالك اول نادي طالب بتطبيق الفار كان النادي الاهلي فاكر انت البيان اللي طلع يوم 10/6/2019 البيان التاريخي اللي اتعمل وساعتها اتحاد الكوره رد البيان وقال ساعتها ايام المهندس انا بريده لما كان رئيس الاتحاد قال لك النادي الاهلي عنده مشروعه وعنده كل الحق وهنحاول نشوف تطبيق التقنيه بس مفيش وقت يناسب الكلام ده دلوقتي ونحن هنعمل بس احنا بنفكر بس الناس ان اول طالب بتطبيق التقنيه كان النادي الاهلي وقتها ما هو طالما ده طلب بيصب في انا نفسي متشوق اشوف التقنيه بقى في مباراه الاهلي في الدوري طالما ده طلب بيصب في مصلحه المسابقه ومصلحه نظام المسابقه لازم النادي الاهلي يكون اول من يطلب طب هو الفار بيطبق العداله ولا جزء من العداله؟ لا جزء من العداله جزء من العداله طبعا بص طب ليه مش العداله الكامله؟ مفيش عداله كامله اصلا مستحيل العداله كامله فوق لا طبعا انا مستحيل تلاقي في عداله كامله أكيد مستحيل لا مفيش حاجه اسمها عداله كامله في كل مكان يعني مش في الكوره بس في الدنيا بشكل عام مفيش عداله كامله
لكن انت بتحاول تطبق او توصل لاعلى نسبه من العداله. اعلى نسبه من العداله، اه ده اللي نقدر نتكلم فيه. طب لو الفار اتطبق وفي لعبه طبعا غير صحيحه والفار عدل اللعبه، هل هنا انت لو الفريق اللي كان هيستفيد بالخطا مش كده اتظلم؟ لا اتظلم ايه؟ انا بناقشك في جزئيه عارف كانت بتتناقش على فكره من فتره قريبه حتى في بعض القنوات الاوروبيه تعليقا على الاحداث اللي بتحصل في الدوري الانجليزي. عارف طبعا طبعا فاهمك. يعني مثلا في التقنيه، في طبعا التقنيه في الدوري الانجليزي ليها معيار معين الايفاب بيحاول قدر الامكان يعني يعدل فيها كل شويه، اللي هو الاوفسايد السنتي ملي والملي وبوز الجزمه والجو اللي انت عارفه ده. لكن فكره ان الفريق لو جاب جون والجون اتلغى نتيجه ملي او سنتي متر، انا مع ده. انت مع ده؟ اه مع ده. مش هتبقى عداله دي؟ لا ليه؟ ليه؟ ما انت طبقت الفار وطبقت التقنيه، فين متعه الكوره؟ لا متعه الكوره ما بتطبقوش. اه انت تقبله باحكامه، وانا شايف كده هو ده احكامه. تقبله باحكامه طبعا، يا تاخده يعني تاخد التطبيق او مميزاته بعيبه كلها، يا ما تاخدهاش. لا ما تاخدهاش. لا مش هننقي، مش احنا عاجبنا دي هناخدها ودي لا، هو على بعضه كده. طيب وانت بتطبق تقنيه الفار وفجاه وانت شغال لقيت مثلا ان الحكم خد القرار بحكم الفار من غير ما يعرض على الشاشه، وده النهارده حصل اعتقد في لعبه بالنسبه لماتش الاسماعيلي. ده وارد على فكره، وارد على فكره. انت لا انت بتحبذ ان اللقطه تتعرض للمشاهدين؟ لا سيبك من الملعب، انا مش بتكلم على الملعب. المشاهد اصلا على فكره، المشاهد بتتعاد قدامه 3 4 20 مره، بتتعاد قدامه على التلفزيون اصلا. وساعات بيبقوا شايفين هي اوفسايد ولا لا، ونقعد نشوف بالملي وبالسنتي وبتاع. فانا لا مش مع كده خالص على فكره. انا مع الاليه اللي تكون سهله وبسيطه لينا احنا كمصريين، عشان زي ما بيقولوا كده نمشي الامور، لان احنا بنطبق تجربه لاول مره بنطبقها ونادينا بيها بشكل او بشكل متكرر، فلابد ان احنا نساندها علشان بعد كده التطوير يجي بعد يعني واحده واحده. يعني ان احنا نوصل، مفيش حد بيوصل ل 100% مره واحده. وهم برضو حكام معذورين على فكره، معذورين لانهم برضو خدوا الكورس مضغوط وكان تحدي كبير، بس نجحوا فيه وخدوا الرخصه وده نجاح ليهم طبعا بصراحه. بس ممكن هتلاقي تاخير، هامش خطا مقبول هيحصل، ده ممكن طبعا متوقع. تمام، بس احنا في ظهرهم لغايه لما الامور تبقى بنسبه 100%. هو ده على فكره، هو ده اللي بيعمله النادي الاهلي دايما. دايما النادي الاهلي من اهم الكلام اللي بيطلع يقوله احنا بنساند، بينجح كل العناصر المنظومه، بنساند المنظومه، بنساند التحكيم المصري. لكن لو حس بميل او هوى بيطلع على الفيفا. انت عارف اكيد. طيب اختم معاك في الخمس دقايق الاخيره من الحلقه. المنتخب اعلن قائمه المحترفين، صلاح، تريزيجيه، حجازي، كوكا، استبعاد النني. تعليقك على الاختيارات، وهل منطقيه ولا كان ليك تعليق في اضافه لعيب او بتاعه؟ في الاخر طبعا وجهه نظر فنيه، بس الاعلام رصد ده ازاي؟ لا انا لقيت فعلا وطرح منطقي شويه، كان النني بيروح المنتخب وهو احتياطي في ارسنال، ولما بيلعب مع بشكتاش بشكل كبير، وفي كل الكلام، انا مش متابع الدوري التركي بالمناسبه، بس كل الكلام اللي بيجي من الاعلام التركي عن تجربه النني ومدير الفني عن النني كلام كله ايجابي. فمش عارف هل الجهاز الفني شاف اصلا مباراه النني وحكم؟ طب هل النادي الاهلي او هل المنتخب الكابتن حسام بدري زي ما كان بيفكر انه يروح يبص على صلاح، كان فكر انه يروح يشوف اللعيبه الثانيه؟ مش عارف يعني، ممكن حاسس ان قد يكون في بعض الظلم لبعض المحترفين ان هو ما تشافوش كويس. يعني الكابتن حسام بدري كان في الاول تم انتقاده انه حتى ما بيروحش المباريات هنا في الدوري، ولما الانتقاد ده زاد كان بدا يروح. فانا شايف قد اكون مخطئ ان في جزء من التقصير في متابعه المحترفين. لكن استبعاد النني تتفق معاه ولا تختلف؟ انا شايف ان هو ممكن ما يفرقش كتير، مش هيضيف كتير، مش هيفرق كتير دلوقتي. يعني خلاص، انا واحد من الناس مع فكره ضخ دماغي. هو يبدو ان الاختيارات الجايه كلها هتتكلم في 90% من الدوري المحلي، يا ريت. انت بتتكلم في 4 محترفين يعني بس. انا بقول لك انا عايز تجارب جديده مع المنتخب. تمام، الفتره اللي جايه ان شاء الله. استاذ خالد الاتريبي، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ، وبالتوفيق دايما يا رب، وان شاء الله دايما متفقين معاك في فكره الكواليس والافكار كده والبعض الرؤى اللي انت بتشوفها بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا يا استاذ محمد. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا، لان بالتاكيد مهم جدا نطلع على ما يكتب وما ينشر في الاعلام ووجهات نظر الاعلام والنقاد الرياضيين بالنسبه للاحداث الحاليه. وبالطبع الفتره الجايه احنا داخلين على معترك مهم جدا، حسم الدوري في منتصف مارس في شهر ابريل، ده شيء مهم جدا، لان كمان عندك معترك افريقي، مباراة الوداد المغربي إن شاء الله في أول من شهر مايو،
هيجي الوقت وهيجي والاحداث هتتوالى وهنتكلم، ولسه عندنا كلام كتير بالنسبه للاحداث الافريقيه بالنسبه للفتره الجايه. لكن كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في المشوار المحلي، غلق صفحه المشوار الافريقي، ومباراه سموحه هي البدايه من يوم الاربعاء القادم. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.